أكثر ردة فعل لمريض أثرت فيك؟ سبحان الله، أنا المواقف اللي لما المريض يمكن يعصب أو ينكر أو غيره، هذه نحن نتعامل معاها بشكل عادي، لكن اللي يأثر فينا لما نشوف شخص شقد إيمانه قوي، شكثر رب العالمين عطلنا من السكينة ومن الثبات في هذه اللحظات الصعبة. في مرة سبحان الله، يعني لقينا على المصحف يقرأ قرآن، دخلتي بيت بسم لك، نفسيته محلاها مع الناس اللي حوله، هو اللي يقدم الدعم لأهله ويخبرهم أن أنا بكون أوكي وهاي فترة، ويطمن عياله الصغار أنه ما عليه، الحين تشوفون شعري طاح بعدين بيرد أحسن من أول. هذا النوع من الناس هو اللي يخلينا يعني كطاقم طبي من حوله نحن نقول ما شاء الله عليه، نحن اللي نبغى نتعلم منه أكثر.